جديد. قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول تعود إلى الواجهة مجددا بعد أن أكدت مقررة الأمم المتحدة أنياس كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أصابع الاتهام من جديد إذن إلى السعودية ومطالبة بفتح تحقيق جنائي في القضية. أما الرياض فسارعت إلى مهاجمة التقرير مشددة على أنها الوحيدة التي تنظر بالقضية. ماذا بعد هذا التقرير الأممي؟ موضوع نقاشنا مع ضيفنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة القطرية الدوحة، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون في واشنطن محمد شرقاوي. دكتور شرقاوي صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا بك دكتور شرقاوي. بأي اتجاه سيتفاعل هذا الملف اليوم بعد التوصيات التي خرج بها هذا التقرير الأممي؟ يبدو أنه تقرير يحقق بعض التقدم من الناحية الإجرائية والقانونية، بمعنى أن السيدة كالامار استطاعت أن ترسم الدائرة الضيقة للذين تورطوا وأمروا وبالتالي باشروا عملية اغتيال الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. لكن السؤال، هل وصلنا إلى تحقيق العدالة؟ لا للأسف، لأن المسألة تقف عند هذا الحد ما لم تتخذ الأمم المتحدة الخطوة التالية، وهي الدعوة إلى تحقيق رسمي باسم المجتمع الدولي. وهنا أعتقد مربط الفرس، لأن السؤال يظل معلقا، ما هي الدولة التي سوف تقبل بهذه الفكرة؟ بمعنى هل هناك دولة سواء من الدول الأعضاء أو غير الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في الأمم المتحدة التي تقبل هذه الخطوة؟ يبدو الآن أن السيدة كالامار استطاعت أن تقدم لنا أفضل ما كشفت عنه المخابرات الأمريكية قبل أشهر، وأيضا أفضل ما أعلنته القيادة التركية في أنقرة. لكن لا تزال هناك عدة أسئلة معلقة، وبالمناسبة لا يمكن القول أن السيدة كالامار استطاعت الحصول على كل الأجوبة التي طرحت بشأنها الأسئلة المتعددة. فأعتقد هناك تقدم نسبي، لكن تحقيق العدالة ورد الاعتبار لخاشقجي وأسرته أعتقد لا يزال بعيد المنال. يعني برأيك إذن ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟ هل له أي قيمة قانونية؟ طبعا له قيمة قانونية وأيضا قيمة رمزية، بمعنى أن مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة الآن أوكلت إلى السيدة أنيسة كالامار، وهي المختصة في التحقيق في مثل هذه الأمور، على أن تكشف أكثر ما تستطيع. بمعنى على الأقل يمكن أقول أننا وصلنا إلى مرحلة براغماتية عملية في التحقيق عما حدث في القنصلية السعودية. لكن يبقى هذا هو أفضل ما نستطيع الحصول عليه في هذه المرحلة. يبقى السؤال بالنسبة للمشاهد العادي، هل نتحدث عن تحقيق أم عن مسار سيوصلنا إلى تحقيق العدالة؟ هنا تختلف القضية بين البعد الأول والبعد الثاني. لكن لا شك أنه من الناحية السياسية ومن الناحية الدبلوماسية يشكل إحراج كبير للسعوديين، لأنه يضعهم أمام مسؤوليتهم أمام المجتمع الدولي. بمعنى، هل تتعاونون مع الأمم المتحدة بحسن نية، وهل تقبلون أيضا بأن تستمر أو بأن يعني يمتد خط المسؤولية وخط الملاحقة إلى أعلى مستوى ممن أعطوا الأمر أو ممن وافقوا أو أعطوا الضوء الأخضر لاغتيال خاشقجي؟ هنا يختلط ما هو قانوني مع ما هو سياسي، مع على من قبيل الحصانة السياسية. لا شك أن من أصدر هذا الأمر باغتيال خاشقجي لن يستطيع أن يسافر إلى دول أخرى ويمر دون إحراج من قبل الصحفيين، من قبل الرأي العام. بمعنى ما القيمة الحقيقية لهذا التقرير في نظري هي أن هناك الآن محاكمة من قتل خاشقجي من قبل الرأي العام، يعني محاكمة علنية غير رسمية. يبقى أن علينا أن ننتظر هل سوف تتم ترجمتها إلى محاكمة جنائية داخل محكمة، ربما قد تكون المحكمة الجنائية الدولية، أو
منبر حقوقي وهذا آخر. بطبيعة الحال ما طالبت به المقررة الأممية أنيس كالامار، وهي طالبت بإجراء تحقيق جنائي بهذا الموضوع. ولكن ما هي الآليات التي تتمتع بها، يعني يتمتع بها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، التي يمكن من خلالها إطلاق تحقيقات دولية وبالتالي إخضاع الرياض يعني القبول بهذه المقررات؟ يبدو أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش يوم أمس كما جاء على لسان المتحدث باسم ربما أثار خيبة الأمل إلى حد ما، لأنه قال أن الكرة الآن تنتقل إلى مجلس الأمن على أمل أن تتولى إحدى الدول، سواء من الدول دائمة العضوية سواء بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا أو بريطانيا، أو ربما الدول العشر غير دائمة العضوية، أن تتولى الخطوة المقبلة، بمعنى الدعوة إلى تحقيق يعني تحقيق دولي متكامل. هنا أعتقد لا زال المشهد غامضا، لا نرى دولة تستطيع أن تتولى المسؤولية الأخلاقية أو المسؤولية المعنوية لأن تدفع التحقيق باتجاه المرحلة المقبلة. أعتقد أيضا حتى إذا وصلنا إلى هذا المستوى، أعتقد هذا من قبيل الأمنيات، هل حقيقة سوف ينتقل هذا الاقتراح من إحدى الدول إلى المرحلة التالية؟ لا أعتقد، لأن هناك دول تتمتع بحق النقد، وأعتقد أن السؤال سوف يظل معلقا على موقف المندوب أو المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة. حكومة ترامب لن تقبل بأن يسأل أحد من المسؤولين الكبار في السعودية، فبالتالي تصبح المسألة يعني مسألة إجرائية أخرى ندفع باتجاه التحقيق وتحميل المسؤولية، لكن هل نترجمها إلى عملية إجرائية قانونية كاملة؟ هنا أيضا مرحلة أخرى سوف نتوقف عندها ونسأل كيف يمكن أن نتوقع من النظام الدولي من خلال منظومة الأمم المتحدة تحقيق العدالة كما نتصورها على المستوى الوطني في كافة الدول، بمعنى هناك قوة تحقيق وقوة فرض العقوبة. وأعتقد أن الأمم المتحدة الآن ليست بالمؤسسة التي تستطيع أن تفرض العقوبات عندما تثبت الجريمة وتظهر الأدلة تبرهن على مسؤولية الجاني أو الجهة الجانية. قبل أيام فقط أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية لعام 2020، وتحدثت عن موقف يعني البيت الأبيض تجاه السعودية وتجاه هذه القضية بالتحديد، وخاصة أنه كان هناك خلافات في الكونغرس حول دعم السعودية، وخاصة طرح موضوع السلاح وغيره. هل برأيك ممكن يعني ترامب المقبل على حملته الانتخابية الجديدة أن ينعكس ذلك على هذا الملف وبالتالي يعيد حساباته في موضوع دعمه للسعودية؟ ترامب دائما يبدو في وضعه يحاول من خلاله الجمع بين مصلحته الشخصية إلى حد ما إرضاء لكن في نفس الوقت أيضا هو يحتفظ بالمرونة، بمعنى قد ينقلب رأسا على عقب في موقف من بعض المواقف. أرى الآن أن هناك سجال مفتوح بينه يعني بين البيت الأبيض والكونغرس، بمعنى المؤسسة السياسية لا تتفق تماما مع الرئيس ترامب، سواء بشأن تصدير الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، أيضا الموقف من حرب اليمن وعدة قضايا أخرى في الخليج. لذلك أقول أنه حتى إذا اتكل السعوديون على موقف ترامب على أنه سوف يحمي الشخص أو الجهة التي تولت أو أمرت باغتيال خاشقجي، هذه مسألة غير ثابتة غير مستقرة. ترامب قد إذا توصل إلى قناعة أن علاقته بالرياض بأي شكل من الأشكال قد تتحول من نعمة سياسية ونعمة اقتصادية، لأن هناك أموال سعودية تتجه إلى الخزينة الأمريكية وإلى شركات صنع الأسلحة الأمريكية، إذا انتقل تحولت المسألة إلى نقمة سياسية، بمعنى إذا هددته على مستوى تقليص تأييد ناخبيه، هنا
قد نرى ترامب آخر، بمعنى ترامب الوجه الآخر. فلا يمكن أن نقول أن ترامب له موقف ثابت سواء فيما يتعلق بالمسؤولية عن اغتيال خاشقجي أو عن العلاقات الدكتور مع السعودية. اسمح لي قبل أن يداهمنا الوقت لنتحدث قليلا عن رد الفعل السعودي على هذا التقرير. فجاء الرد على لسان وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل الجبير الذي تمسك بأحقية المملكة في التحقيق بالقضية. إلى ماذا يشير هذا الكلام؟ يشير بالتحديد إلى محاولة إقناع الرأي العام العالمي على أن القضاء السعودي هو الذي يحق له التحقيق، وكأن هناك فصل حقيقي للسلطات في السعودية، بمعنى أن الجهاز التنفيذي بمعنى القصر والحكومة لا يتدخلان في شؤون القضاء. هذا من قبيل الأحلام الوردية. نحن نعلم أن السعودية وكافة الدول في المنطقة تعيش بمنطق تراتبي، بمعنى أن من يجلس في القمة يعني يملي إرادته على بقية الأشخاص والمؤسسات. فهناك نوع من الفجوة بين المنطق السعودي داخل السعودية والمنطق السعودي الخارجي عندما يتعامل مع الأمم المتحدة، عندما يتعامل مع الإعلام الدولي، عندما يتعامل مع الحكومات على اختلافها. فأعتقد الرياض الآن لم تنجح بعد في سد هذه الفجوة بين القراءة الداخلية والقراءة الخارجية. أكثر من هذا، أعتقد أن ما يضر الموقف السعودي في هذه المرحلة هو أن السيدة كلامر قالت صراحة أنها لم تحصل على التعاون الذي كانت تتوقعه من الرياض. نفس الشيء أيضا ينطبق على الموقف التركي. لاحظنا أن لجنة كلامار لم تحصل إلا على تسجيل 45 دقيقة من أصل تسجيل 7 ساعات كاملة، بمعنى أن هناك توظيف سياسي في الرياض، توظيف سياسي إلى حد ما في أنقرة لقضية خاشقجي ولهذا التحقيق. لذلك رأى أن الموقف السعودي كلما حاول التجاهل أو القفز إلى الأمام إزاء مثل هذه التحقيقات إلا وتورط أكثر في أنه لا يتعاون ولا يدع أو لا يفسح المجال لإنجاز أو لتحقيق عدالة لخاشقجي. أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن دكتور محمد شرقاوي، شكرا جزيلا لك وعلى كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام المقابلة.